هذه الفايف اكس دي الاتراك جروب ملازقين في بعض دي شكلها سليبر شيب سليبر شيب يا دكتوره دي تو اير سيلز هنا شكلها سبيندل شيب صفحتها مش كله نفس اللون وادي اهو فاتح هنا بنانا شيب هنا سهل جدا اتاتش تو هير دي الفايف اكس اللي علينا في كل الارثروبود الاكس دي المفروض بيتخلق جواها الستيج اللي بعديها اسمها اللاردا يبقى اللي بعد كده هنشوف اللاردي او كل ارثروبود عندنا ثلاثه لاردي للموسكيتوز نفرق بينهم وثلاثه لاردي للفلايز نفرق بينهم اللاردي بتاع الموسكيتوز بيجوا كلهم مع بعض كاملين بالشكل ده اللاردا كامله بالشكل ده بنعرفها ازاي؟ البادي بتاعها متقسم لهاد وفوركس وابل، فكرنا بالديدان كده. وعند الانف الادفاكتر سيرفس بتلاقي انبوبه نازله، الانبوبه دي اسمها السايفا. الدكاترة اللي هناك لو سمحتوا، اخر انذار. خلاص يبقى احنا قارنا الاكس بتاع الارثروبوز وقارنا
اسمها اللاربي اوف ارثريتس. المفروض اللاربا دي بتتحول بعد كده للستيج اسمها البيوبا. البيوبا سهل جدا، عندنا وان بيوبا اللي هي بتاعت المسكيتو، هما اللاربي لما يعملوا بيوبا ستيج. بيوبا اوف مسكيتو شايفين شكلها قامه شيء مميزه بتيجي على المستهلك الميكروسكوب، لان اقدر اشوفها بالنيكد اي. ولو في اول 10 حبه بيوبا اوف مسكيتو يعتبر مني 2 كاركترز. وايه النوع ده؟ هقول ان البادي كاما شيب ادي وان كاركتر. في كاركتر تاني دي الكومبونتين اللي بتقدر تاخد بيهم اكسجين وهي غطسانه في الميه، اسمهم ريسبيراتوري ترامبلز. لو بصينا في القلب هنلاقي حاجتين زي الرقاص بتاع المركب عشان بيسموه انسايد ووتر. فادي ثلاثه كاركترز نحفظ اللي احنا عاوزينه اتنين منهم. تمام؟ يبقى احنا خلصنا دلوقتي الداون ستيج بتاع الارثروبيز. الاكس خمسه عرفنا نفرق بينهم. اللارف ثلاثة كاملين ثلاثة بيصيروا سبايركلز، البيوبا 1 بيوبا. ننقل بقى على الأدلت أرثروبودز. نبتدي بأوحش أو أكتر حاجة بتضايقكم اللي هما المسكيتو، المجموعة اللي هنا. هنحط لنفسنا سكيل خلاص، ومنه سهل قوي نوصل لاسم المسكيتو والسكس بتاعه. أول ملحوظة إن دي معالجة السكت الميكروسكوب مهمة جدا، علشان في أرثروبود تانية بتتلخبط معاها. فنفتكر ان الموسكيتو بيبقوا على الديسكت الميكروسكوب اللي هو ده. اول ما الاقي نهوسه معروضه على الميكروسكوب عيني بتبص على ايه؟ اول حاجه الوينج بتاعها. تمام؟ الوينج ابص على المارشن اللي قدامي في عيني كده، لو لقيته كله درجه واحده يبقى انا عرفت اسمها دي ايه؟ الكيوريكس. لما بيبقى كله لون واحد بقول عليه نقص قطري، يبقى انا عرفت اسمها الموسكيتو دي اسمها ايه؟ الادلت كيوريكس. كده انا عملت نص الشغل، لازم اقول هي مين ولا في مين. طيب لو انا بصيت على الوينج ولقيت الحرف الفؤاد كده حته غلط وحته فاتحه، حته غلط وحته فاتحه، ده بنسميه سبوتر. يبقى انا برضو عرفت اسمها دي الادلت انوكس. عايز اعرف السكس بتاعها. اعرف السكس بتاعها ازاي؟ ان انا ابص على حاجه اسمها الانتنا. فين الانتنا دي؟ الهيد طالع منها حاجات كتيره. انا هبص على حاجه طالعه من الهيد عباره عن عقل كتيره قوي، سيجمنتس كتيره قوي. السيجمنتس الكتيره دي هي دي الانتنة. هبتدي ابص فيها الاقي طالع منها هيرز. الهيرز طويله وكثيفه تبقى دي مين. الهيرز دي خفيفه وقصيره تبقى دي مين. علميا ما بنقولش خفيفه وطويله، بنقول الهيرز طويله وكثيفه لون وولز الانتنة. خلاص؟ لو لقيتها فايلوز تبقى في مين. نفس الكلام بتفرق فيه لو انا ماشي من الناحيه اللي هي سبوتد يبقى نفرت. عايز اعرف السكس برضه هبص على الامتنة. لو لقيتها بلوز تبقى ميل انافلس، لقيتها بايلوز تبقى في ميل انافلس. خلاص ده الجدول بتاعك. نعم الامتنة بعرفها طالعه من الهيد سيكونس كتير قوي قوي. خلاص هشوف هلاقي شعر طالع من الشعر ده طويل كثيف دي بلوموز يعني مين. الشعر طالع من الخفيف قصير تبقى دي بايلوز يعني في مين. خلاص ده السكيم بتاعك نطبقه كده. اي واحده قدامنا كده دي هنبص للمجروان على ايه؟ على الوينج. الوينج هنا كله لون واحد صح؟ يبقى معناها الوينج ده نوت سبوت. يبقى انا عرفت انها كيوريكس. عايز اعرف هي مين ولا في مين؟ ادي نظري عند الهيد، ادي حاجه العقل الكتيره اللي طالعه. الشعر طالع شكله ايه؟ طويل وكثير. يبقى دي البلوموز انتنة، يبقى انا كده عرفت اسمها. يبقى دي اسمها ايه؟ الميل كيوليكس. نشوف واحدة تانية. هو ده السكيم اللي انا أول ما الاقي بعوضة على سلايد ابتدي افكر كده او ابص الأول على الوينج وبعدين على الأنتنة. هنا الوينج شايفين حتة غرقة وحتة فاتحة. صح؟ يبقى ده على طول الوينج ده سبوتد يبقى دي أناقص. عايز أعرف السكس هدي ركز عندي هنا. شايفين انت فاكره في حاجات سيجمنت مش دي اللي اقصدها. السيجمنت بتبقى سيجمنت كتير هي دي اللي بقول عليها الامتنة. ابص كده واشوف الشعر اللي طالع فيها. شايفين من المقارنه في دي هنا الشعر تقريبا مش باين تحت الميكروسكوب هنلاقيه خفيف وقصير. يبقى دي الامتنة دي اسمها فايلوز يعني معناها انها في ميل انوفلس موسكي. خلاص؟ وادي بدل الموسكي بتاعي. واضحة؟ يبقى أنا دلوقتي لما بلاقي المسكيتو على سلايد
الحكايه دي عشان عندنا ارثروبود اسمها الساند فلاي. الساند فلاي دي لو جايه على الاستاكين كتير بتلخبطوها مع المسكين. يبقى نعرفها نميزها ازاي؟ انها بتيجي على الحقان والميكروسكوب. انا هبص كده شكيت ان دي مسكين ولا ساند فلاي، ابص النوع الميكروسكوب. لقيته الاستاكين يبقى انا اكيد في المسكين، لقيته كومباوند يبقى انا في الساند فلاي. الساند فلاي ايه اللي مميزها؟ انها صغيره متغطيه بالهيز ولونها اصفر باهر. ساعات ابص على السلايد في الفيرست لوك كده اقول ده السلايد اكنه فاضي، تمام؟ يبقى انا قدام الساند فلاي. مطلوب مني اقول الساند فلاي في المين ولا في المين؟ المين يا جماعه بتكون في المسكيتو بس الساند فلاي بيعرف السكس، لان المين هي الترانسميتر. المين داز نوت باي، بتعيش على الدم جوس، فلازم اعرف السكس. بالنسبه للساند فلاي الليل بعرفه ازاي؟ بعرفه من البوستيريور اند اخر حته في الابدون، طالعه لهم بروسيسز كده باصين لبعض ويسموهم كلاسبرز اوف ذا ميكرو. احنا هنبتدي الاول، انا لقيتها كومباوند مايكروسكوب يبقى انا قدامي في الهيباتوبس محتاجه اكتب تو كاركترز. عندي كذا حاجه اقولها، ممكن اللي فوق ده اكتب وان كاركتر، عندي بديل تاني الفورس بتاعها عامل زي الادب كده، هاخد فورس ادي كاركتر تانيه. النيل بعرفها زي ما قلنا من الكلاسبرز، تو لونج بروسيسز باصين لبعض، ده بتقول لي ان هي النيل ساند فلاي. النيل شكلها ايه؟ الاقي الهارد كوركس موجود طبعا، مش هلاقي كلاسبرز، الاقي بدلها حاجه نوعين صغيرين كده اسمهم ايه؟ نالز سايد. Yes.
ممكن اكتب تو كاركترز ان البادي كومبوز اوف هيد تورس اند ابدومن، ادي واحده، والثانيه هقول ان الابدومن هاز تشيست بورد لايك ابييرنس. اوكي، ثالث واحده بتجيلي برضه في بوكس يبقى انا اسمها المونتاج. هلاقي هم هتلاقي زي بتاع الماسكه، بس لما ركز على الابدومن هلاقي على كل ابدومن هتلاقي ان في ثلاث شهور طول كده. فاهمين؟ طب نقول على الابدومن هاز 3 دارك بوكس. بأي وان كاركتر بأي وان كاركتر. كده خلصنا الأدر فلايز. تمام؟ في أي مشكلة في الفلايز؟ خلصنا الموسكيتوز ما نلخبطهاش مع الساند فلاي، وأدي الأدر فلايز. الأربعة يقولي بوكس، ودي ممكن كمان تجيبي أون ذا سلايد. ننقل على الأرثروبود اللي بعد كده. في علينا تو أرثروبود بيلخبطونا في بعض، اللي هما الفيديكلس يعني اللايس والأمن أو الأمن، والسايمكس أو البوكس يعني الدخل. دول اللي بيميزوا بإيه؟ إن البادي بتاعهم كومبريس دورسو بنتر كده. خلاص؟ دي أول كاركتر. طيب هفرقهم إزاي؟ آدي شكل الأدلت فيديكلس أو اللايس، وآدي شكل الأدلت بوك أو سايمكس. شايفين الاثنين كومبريس دورسو بنتر. أنا يفهم إزاي من بعض؟ أبص على السايز أوف ذا أبل، شايفين البراون تايبين مش موجود هنا. تاني حاجة بص على اللبس، شايفين اللبس ويل ديفلوبت عضلات كده، وبعدين في الآخر في بروسس كده وفي المخرج عاملة زي المشمل. ليه؟ لأن الفيتلس دي في نوع بيثابت نفسه في الهير أو في الفتل الهدوم، فمهم جدا إنها تبقى ماسكة فيه، لأن اللبس دي لو وقعت من العيان بتكون انما البطس فيها او السايمكس ما بتجيش ناحيه العيان غير لما تكون امر تقرصه وتاخد الدم مين وتبعد عنه كده، فمش محتاجه سترونج لابس عشان تفضل دايما جنب العيان. يبقى اولا انا بعرف البيتيكلر والسايمكس ان هم كبار على السكن مايكروسكوب وفلاتن دورسو فنجر. افرق البيتيكلرز من السايمكس ابص على السايز اوف ذا ابل، شايفه البراون سايتين يبقى انا في البيتيكلر، مش شايفاه يبقى انا في السايمكس. هبص على اللاب ويل ديفلوب دي فيها بروسس مش كلهم واضحين يبقى انا في الشيكلا، مش شايفاهم يبقى انا في الساينس. كده انا وصفتهم وقلت الكاركترز بتاعتهم. تمام؟ ننقل بعد كده على الارثروبود اللي بعد كده اللي اسمها الفليز. الفليز على عكس بقى الفيديكلس والساينس، الفليز باي لاترال كومبرس بتشوفهم دايما سايد فليز. يبقى اهلي شكل الهيومن سبيد، وزي الاطلس بتاعكم مش مطلوب مننا نحدد نوع الهيومن سبيد وبس، وان سبيد اللي بتجيلكم، فسهل قوي ان انا ما لخبطهاش مع اي ارثروبود تاني. لو حبينا نكتب تو كاركترز نقول اول حاجه انها بايلاترال كومبريسيف، خلاص؟ الكاركتر الثانيه ان السبيد دي بتعتمد في الحركه بتاعتها على الجامب، فلها لونج ليجز مربوط دايما في بوت، فهنلاقيها سترونج ليجز واضحه قوي اندر ذا مايكروسكوب. كده كتبنا تو كاركترز لو هم في الخمسه اللي هو لهم ايدنتيفيكيشن. ننقل على بعد كده الفليز سوري الارثروبوز اللي اسمهم التكس. التكس دي اللي بيميزها اول ما ابص على الميكروسكوب الاقي الارثروبوز اللي قدامي عباره عن حته واحده وان بيس مطلعه اربعه رجلين. فور بيرز اوف ليجز. ادي أول حاجة هتخليني مخي يتجه ناحية التكس، إن البادي بارت دي كلها فور بيرز أوف ليجز. لما أبص كده أدي دايجرام كده عرفت إنها تيك. ناقص بقى كده أخد نص النمرة، عشان أكمل النمرة لازم أقول التيك دي هارد ولا سوفت. هفرقها إزاي؟ أبص على الكابيكيلم. إيه الكابيكيلم ده؟ دي عبارة عن الماوس باس بروجيكتنج كده بالشكل ده. خلاص؟ لو لقيته موجود بروجكت تبقى هاردي، مش موجود تبقى سوفت. احنا كده خلصنا الكلام، انا هديكم كاركترز كتيره، بس زي ما بقول لكم البادي وان بيس واتاتش ده فور بيرز اوف ليجز هي بتيجي الكابيتولم بارز تيرمينال تبقى هاردي، سب تيرمينال مش باين تبقى سوفت. تمام؟ نشوف بقى الصور كده. لما ابص على الكابيتولم تيرمينال زي ما خلينا نتكلم تاني. السوفت ديك ادي شكلها الكابيتولا مسافر منها برضه فور بيرز اوف ليجز. لو عاوزين
تفاصيل زياده الى جانب الكافيه ده ممكن نيجي ناخذ من جوه دي اسمها فستون. لو كده بصينا هنا ما نلاقيش الفستون تمام. نحب نشوف كاركتر تانيه هنا او النهار لانها بتبقى مغطيه بحاجه زي الصدف ودي الزحلفه كده فبتبان حته بتشينج ان كلر اللي اساسا بيتدور على السايد. هنا مفيش الاسكيوتا خالص. هو الحقيقه ده ما بيبانش عنه الجرامايكروسكوب انما لو كتبناه واحده من الكاركترز از كوركت. اذا عندنا كذا حاجه هنكتب فين؟ لو في نص ونحن نقول ان الفاضي وان بيس وفور كارد او لا هنا ترمينال هنا سب ترمينال خلصنا خدنا النمره بتاعتنا. كده خلصنا كل السلايز اللي علينا في الارتيكول عايزين هي ايزي. ننقل بقى على البروتوزوا. محطوط النهارده نص البروتوزوا اللي علينا. اول حاجه عاوزين نعرفها ان كتير قوي من الامتحان مع التوتر والمنهج كله في ذهننا ساعات بتلخبط البروتوزوا بالاكس. فالحاجه اللي تخليني ما لخبطش ان انا وانا داخل على الميكروسكوب ما استعجلش وابص. ابص الاول على اللينز. لو لقيت اللينز اللي قدامي مواصفاتها كده مكتوب عليها عليها خط ابيض مكتوب عليها 100 اعرف ان العينه اللي هدخل عليها دي بروتوزوا. لو كتبت اي حاجه غير البروتوزوا راحت النمرتين دول خلاص. يبقى البروتوزوا بتيجي دايما بالاي انفيرشن لينز اكسبت وان بروتوزوا اسمها البلانتيزيوم كولار. دي مش محتاجه ان انا اجيبها بالاي انفيرشن لينز. ليه؟ لانها حجمها كبير قرب من حجم الاكس. فنبقى عارفين ان كل البروتوزوات تيجي بالاويل انيرشن لينز اكسبت البلانتيديوم كولار. طيب انا داخله في الامتحان وخدت بالي من لينز اويل انيرشن لينز ابتدي ابص واشوف بقى قدامي الموجودين النهارده في تو بروتوزوات تبقى موجوده في التيشو. لما ابص بعد ما عرفت ان العدسه اويل ولقيت الاوفال بوديز بالشكل ده صغيره وباهته وبعدين لما ابص جواها الاقي الحته دي على جنب دي النوكليس بتاعتها. البروتوزوا اللي هي اوفر ان شيب ولها بيج سنتر نوكليس دي الليشمانيا اي ماستيكود. لو جت في اول 10 خدت الليشمانيا اي ماستيكود خدت النمرتين. لو جت في الخمسه التانيين تحتاجها تو كاركترز. فاقول ان البودي از اوفايد ولها بيج سنتر نوكليس. طب مين تانية بتيجي بقى في التيشوز؟ حاجه اسمها توكسوبلازما تروبوزايت. أول العدسة بتاعتي أويل عشان ما لخبطش. وبعدين بعد ما ببص بلاقي كونسنتريك بوديز ولها سنترال نوكليس بيج وسنترال نوكليس. يبقى هي دي على طول التوكسوبلازما كروموزوم أكبر من الليشمانيا إيه ماستيكول. وهنا أوفر أو أوفايد هنا كونسنتريك زي الهلال. التلاتة بروتوزوا اللي موجودين النهارده دول بلاد بروتوزوا. يعني العدسة هبص ألاقيها أويل بص في الاي بي الاقي ار بي سي. يبقى انا قدام البلاد بروتوزوا عندي ثلاثه افرق بينهم. اول اثنين ريليتد للملاريا بفرق سبيشيز اسمها بلازموديوم فايلر من سبيشيز اسمها بلازموديوم فالسيبرا بيعملوا مرض الملاريا. الستيج اللي جايه اخر ستيج اللي هي الجاميكوسايد ستيج. فانا عدسه اي وبعدين ببص لقيت ار بي سي اعرف الجاميكوسايد بتاع الفايروس ازاي؟ الاقي ريبتوسايد حجمها اكبر من زمايلها وبعدين كلها كومباكت جرانيوليتد يبقى ده الجاميكوسايد ستيج اوف بلازموديوم فايروس. تو كاركترز او واحد اهي على وان كاركتر اللي انفكت ريبتوسايد تبقى انلارجد. الكاركتر الثانيه بوصف الجاميكوسايد ان هو كومباكت وفين ده انفكت ريبتوسايد. لو حقارنها للجاميكوسايد ستيج اوف بلازموديوم فالسيبرا هلاقي ان الجاميكوسايد ستيج لو جيت الصفر شيب والجاب لو كان اللي اتخلى دلوقتي او فرقعها يعني في هنا كده باين حته منها. يبقى هوصفه ازاي؟ هقول ان شكله صفر شيب واقدر اقول من جاب الكاركترز لان بلاقيه بتقول الار بي سيز ان الانفكتد ريد سيل رابتشر تمام؟ اخر سلايد بقى عدسه اويل ببص الاقي ار بي سيز بلاقي البارازايت سهل قوي زي الجدار كده بين الار بي سيز. بقول ايه؟ البلازوما ان بلاد من غير ما احدد البلازوما نوعها ايه. لو طلب مني تو كاركترز عندي كذا حاجه هنا في كتير فشلت عنوان كاركتر. لو بصيت في السلايد هلاقي الموت والسيرفر وعطيت في سمول دوت اللي هي الكاركتر.
يبقى كده مور ذان انف بالنسبه لتو كاركترز. دي كل السلايد اللي موجوده النهارده، ارثروبود ونص البروتوزوا، وكده خلصنا نص العمل. ان شاء الله الاربع الجاي هننزل كلنا السكشن بتاع تحت، طبعا اني وان انفايتد، اهلا وسهلا. هنراجع الداتا شو ايه اللي ينفذ والانتستاينال بيتزا. Here, okay.